كابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005. ازيك كابتن احمد؟ كابتن اسامه، ازي حضرتك كابتن؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك كابتن؟ اخبار حياتك كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. بنبارك لك على اول فوز على المقاولين العرب 2-0. ربنا يكرمك يا كابتن. الحمد لله، ماتش كويس جدا، والولاد اثبتوا شخصيه ولاد النادي الاهلي، عملوا مباراه كبيره جدا. وبنتمنى التوفيق في اللي جاي، واحنا يعني هدفنا كابتن اسامه ان احنا الفتره الجايه زي ما بنقول ان السن ده برضه لسه سن براعم، فمهم جدا ان احنا نوصل لاعلى درجه من الاداء الفني. يمكن انا مش مبسوط من المكسب قد ما مبسوط من اداء الولاد. الولاد امبارح ادوا مباراه كبيره جدا واشتغلوا بشكل كويس جدا، وان شاء الله الاهم حاجه اللي جاي الفتره الجايه ينفذوا الكلام ويركزوا باذن الله كابتن، ويعملوا حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله 2005 اول سنه السنه دي يلعبوا على الملعب الكبير يا كابتن احمد. اول سنه، يمكن السنه اللي فاتت كانوا بيلعبوا 8 وجول، يعني 9 لاعبين. السنه دي بيلعبوا 11، ولكن هم شكلهم كويس في الملعب وحافظين وشغالين كويس. يمكن امبارح كان الاداء كان شكله جيد جدا في الملعب، واللي جاي اهم حاجه ربنا يكرمهم في اللي جاي. والحمد لله يا كابتن، يعني كان عندنا لعيب امبارح للاسف كان اتصاب اصابه جامده. ما انا لسه هاجي لك بقى في السؤال عن محمد ابو العمايم، يعني للاسف يعني كان اصابه قويه في الكتف على ما اعتقد، وتم نقله لمستشفى المقاولين العرب. طمنا بقى على محمد ابو العمايم يا كابتن احمد. تمام يا كابتن، هي كانت كره مشتركه كده في نص الملعب كده، فمحمد ابو العمايم كان في لحظه ضعف فطلع مع المساك في الكره دي، فنزل على جنبه وقعها جامده جدا، بس ربنا سترها الحمد لله. هو الحمد لله، بحب اطمنك ان هو بخير. عملنا الاشعاعات امبارح الحمد لله، كان مفيش اي مشكله والحمد لله، هو كدمه شديده جدا بس في الكتف. طب بس الحمد هي لله. كانت واقعه، كانت اتخضت مجاهد قوي وخضت الولاد وكل اللعيبه طبعا، يعني خدنا بعضنا طبعا بعد المباراه وطلعنا في الاتوبيس على الكابتن جمال السيد وكابتن هشام حنفي طبعا وكل المدربين واللعيبه كلها، ما حبتش تروح الا ما تروح تطمن على اللعيب بتاعنا. والولد تمام الحمد لله، معافي الحمد لله ان شاء الله، بس الدكتور فضل ان هو يديله 10 ايام راحه. تمام الحمد لله، ربنا ستر علينا. كنا بشكر طبعا الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين. عرفنا ان هو كابتن محمد مدير قطاع الناشئين بالمقاولين العرب، يعني زار محمد ابو العمايم في المستشفى دي، يعني بنشكره طبعا هنا من خلال برنامج الاشبال. يعني لفته كويسه جدا وحاجه جميله جدا، يعني هو راجل محترم جدا وبنشكره عليها. يعني تمام يا كابتن احمد، قول لي بقى، انت معاك المقاولين العرب، طلاع الجيش، وادي دجله، النصر، انبي، داخليه، شمس، ما شاء الله فرق قويه. يعني الدوري مقام من دور واحد بس مش من دورين، فما شاء الله. يعني الاستعدادات بقى، كلمنا عن الاستعدادات يعني لدوري براعم 2005. يا بص كابتن، انت عارف احنا بنلعب من بدري قوي، اول من اخر شهر 10 طبعا بنلعب بطوله. فالبطوله الاولانيه الحمد لله اللي احنا خدناها كان معانا الداخليه والجيش والشمس والفرق كتير والاتصالات، فخدنا المركز الاول. فبياخدوا اول وثاني وثالث ورابع من كل مجموعه. المجموعه الثانيه برده كان فيها انبي ووادي دجله والنصر انبي والداخليه والنصر، وفي كمان فرقه رابعه مش متذكر مين يا رب. المهم يعني فبياخدوا الاربع فرق من هنا واربع فرق من هنا، وبيلعبوا بعض الدوري في دور واحد فقط لغير. فامبارح كل الفرق لعبت بعضها، كل ماتش، يعني ممكن انت تقعد مقاولين في ملعبك تلعب الجيش على ملعبهم، تلعب انبي في ملعبك، فهم مش محددين. كان المفروض انها تتعامل في ملاعب كل ماتش في ملعب محايد، ولكن دلوقتي كل مباراه الماتش الجاي عندنا مباراه الجيش على ملعبنا. يعني احنا بناخد كل مباراه كده مباراه كاس، بحيث ان احنا نوصل للنتيجه الكامله بتاعتنا ان شاء الله، بحيث ان احنا نلم اكبر عدد ونحصل اكبر عدد من البطولات، بحيث ان تكون البطوله باذن الله من نصيب النادي الاهلي. وربنا كرمنا الحمد لله. وبفكر طبعا، اتكلمت مع الولاد، انا كابتن جمال السيد وانا والكابتن احمد فوزي والكابتن محمد سعد، ان احنا بناخد كل ماتش كده على حده لوحده، وبنركز في المباراه اللي بعديها ان شاء الله باذن الله، نركز في مباراه الجيش، ما نفكرش في الماتش اللي بعده لما ناخد الثلاثه بونت الجايين ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيهم ونعمل اللي علينا ونجتهد ان شاء الله. انا بشكر الاولاد ان هم رجاله. هي كابتن اسامه بس المشكله الاولاد مجهدين جدا، انت عارف في تجمعات للمنتخب. منتخب القاهره. منتخب منطقه القاهره فعلا. طبعا، واحنا عندنا اكبر عدد من اللعيبه، عندنا 7 لاعبين، فطبعا بتلعب ماتشين في الاسبوع. جمع المنتخب كمان بيلعب ماتشات، عشان طبعا الله يكون في عونه الراجل المدير الفني كابتن علاء عبده سافر اليابان المفروض في اخر شهر 4. ماتشات يا كابتن فيها كثافه جامده جدا، انت عارف دول لسه براعم. طبعا طبعا. يلعب 3 4 ماتشات في اليوم، يعني احنا قبل ما نلعب مباراه المقاولين فهو عنده يعني لاعب بتاع 3 ماتشات مع مواليد 2004 المقاولين، ولاعب مباراه مع النادي الاهلي 2004. مش عايز اقول لك يا كابتن اسامه، الولاد مش يعني
موضوع صعب عليهم، يعني هي دي المشكله الكبيره اللي هي بتقابلنا. بس انت بتلعب سبت واربع. تمام يا كابتن احمد، انا بتفق معاك في الكلام ده، ودي ان شاء الله قضيه هنطرحها هنا في برامج الاشبال، ان ازاي نحافظ على مواهبنا، ما ينفعش نضغطهم في كم الماتشات ولسه ولاد صاعده وواعده، وبعد كده ممكن نيجي بعد 3 4 سنين ما لهمش موجودين على الساحه. دي قضيه مهمه وان شاء الله هنطرحها هنا في برنامج الاشبال.